يشرفني نكون معكم المرة الثانية والثالثة والرابعة ودائما. هذه داري كنحسها. لقب ملكة كما قلتي للا إكرام، تتويج تشريف ومسؤولية كبيرة على العاتق، ألوغ ماشي شي حاجة اللي هي سهلة، لأنه باش تكون لفام ملكة جمال خاص يكونوا فيها مقومات اللي هي ثقافة، حضور، دبلومات، إنسانية، جمال روحي، وهذا شيء صعيب باش أنه يتجمع في مرأة، زائل الجمال الخارجي. ألوغ جمال كما قلنا دائما فهو جمال روح، ثقافة، دبلومات، أساسيات اللي كيتبنى وكيجي من موراها الجمال الخارجي اللي هو الجمال اللي كاعنا كلنا كنعرفوه اللي هو الطول البياض حسب تصنيف هاد اللجنة لهاد الجمال. وطبعا كاع اللي جا العالمية تصنيفها الجمال واحد، ما كيختلفوش على بعضياتهم. حتى أنا من الناس اللي كيأديني هاد الموضوع، لأنه فعلا ولينا كنحسوا بالإحراج، ولينا كنحسوا بالإحراج مني الإنسان كيطرح هذا السؤال. أما عمري ما غنحس بالإحراج بلقب ديالي، لأنه شوف مادام الإنسان كيوقف قدامك وهو بكل ثقة أنه عندي لقب صحيح ماشي لقب مشبوه أو بزنس بعشرة، هذا هو اللي كيعطي الثقة للنفس. Exactly. طبعا كاينه شهاده، كاينه شهاده ماشي شهاده تقديريه، شهاده فحال دبلوم اللي كيكون متق من دوله بان هاد السيده توجد في هاد الدوله كملكه جمال. وما كيخصش تكون شركات كما دابا كاين، لانه كاينين شركات كتجي كتنظم حفل بارتي فحال كاع يعني عشاء وحفله فيها ناس ذو قيمه وهذا، لكن ما كنظنش انه شي شركه غتقدر تنظم حفله وتجيب لها ناس دبلوماسيه كبار او ناس من السياسه وباش توج ملكه وهميه. نو الوغ باش الناس تفرق ما بين الملكه الوهميه والملكه الحقيقيه كالقاب، فهو الشركات ما كيعطيوش القاب، الدوله اللي كتنظم مسابقات. مني الدولة كتنظم فور اكزامبل ملكة جمال حبل الملوك، ملكة جمال حبل الملوك هي رسمية عندنا في المغرب، من غيرها انا شخصيا ما كنعرف حتى شي ملكة جمال ولا شي لقب ملكة جمال ثاني. فهذه الراعي الرسمي ديالها هو سيدنا محمد السادس الله ينصره. الوغ هذا كافي، ان هذا في حد ذاته الله يجعل البركه ان شي حاجه اللي كتضمنها الدوله. الوغ اي لقب كتضمنه دوله وكتعطيه دوله وكترعاه دوله فهو الحمد لله والشكر، بحال القابنا اللي غير مشكوك فيها. هو تخطيط بالنسبه لي، انا تخطيط انك من تدوز من لقب للقب. انا كما قلت في جلسات اذاعيه قبل، هو فعلا تماما تخطيط باش انك تدوز اللقب الكبير. الوغ دراسه درتها باش انني ندوز لقب الملكة جمال الشرق الاوسط، خاصني نكون حامله شهاده من وطني المغرب، لانه داك الناس كتقدر الناس اللي كيجيو حاملين دبلومات او شواهد من عندهم خصوصا في المجال اللي هي شواهد جماليه. تماما كان تخطيط، انا كنت مسجله اوريدي في ملكة جمال الشرق الاوسط ومشيت رجيت من لندن وشاركت في ملكة جمال حبل الملوك وكنت من المتوجات ثلاث كونسيونس من بلادي، وماشي اي اعتراف، لانه الاعتراف ديال ملكة جمال حبل الملوك موثوق فيه الدوله اللي كترعاه. الوغ ها هي اول لقب بعد موثوق، ما فيهش اللعب، ما فيهش بيع، ما فيهش شراء. الوغ هذا غادي يأهلك المسائل اللي هي ثانية. كاينين انا كنظن على حسب معلوماتي وما متاكدش من معلومه، كاينين دول اللي ملي كتدي لها شهاده حب الملوك بدون ذكر شكون هاد الدوله، تنظن المختصين في المجال راهم عارفين شكون هي، كيرفضوها لانه هما كيلعبوا في الالقاب، هما كيبيعوا ويشريوا في الالقاب. الوغ ملكه جمال حب الملوك والوثيقه اللي حنا جايبينها من حب الملوك فهي مشهود بها 100%، معروفه منين، معروف مصدرها، موثوق فيها 100%. الوغ هما ماشي في صالحهم انك تجيب شهاده موثوق فيها ودخل معاهم لشي حاجه اللي بالمغربيه بالعربيه تقدر تنوض لهم الصداع. بوديوم على بوديوم على بوديوم ايغال خبره، ايغال هانا دابا قدام الكاميرا كوكو مرتاحه الامور طيبه. هو كيكسبك كيعطيك خبره وكيعطيك ثقه في النفس اكثر واكثر، كيخليك نقدر نقول لك هو المسار اللي كيوصلك للشهره.
الوغ ناس يما ناس طلعت البوديوم ونزلت وطلعت ونزلت ولكن والو ناثينغ. لكن البوديوم اللي كتطلع له توج فيه بشهاده ليجا اللي هي مقدره ومعروفه، ففعلا هذا كيكون لك باب الشهره، باب انك تجمع داك الالقاب وتستثمرها في اشياء ثانيه كما انا استثمرتها في الفن. هذا هو البوديوم، على بوديوم كيعطي نتيجه مزيانه. المغزى ديالي انني انا كنت كنبغي الفن، انا من اول حياتي كنبغي الفن، وكان اول ظهور لي في بعض القنوات المغربيه وانا في سن 8 سنين 7 سنين 8 سنين. الوغ دائما كنتعلق على الخيط اللي غيوصلني للفن، وكنعترف وكان هو الفن، كان هو الاذاعه، كان هو تقديم البرامج، يعني اي حاجه عندها علاقه بالاعلام كان هوها. الوغ اللي غيوصلني ليها بكرامه هما الالقاب الجماليه الموثوق فيها، هو إدارة استراتيجية من عندي أنا كمالكة جمال الشرق الأوسط، أنا نسرين قطروب. لكن ناس تانية استثمروه في أشياء تانية، يمكن ناس استثمراته في أشياء ليجل وأشياء نو ليجل، ماشي قانونية. ألوغ كل واحد وفي كيفاش كيستثمروا. أنا كان من هذا المنبر كنحيي كاع الملكات المغرب خارج المغرب الحقيقية طبعا طبعا اللي استثمروا ألقابهم وكانت لهم بوابة أنهم يدوزوا. اللي كتبغي تغني غنات، اللي كتبغي تمثل مثلات، اللي كتبغي تقدم البرامج قدمات، برافو. لأنه وي هذه هي الملكة، هي اللي كيكون عندها تحدي، كيكون عندها هدف، كما أنا كان عندي هدف والحمد لله أنا باقا غادا عليه. لكن أنني ناخذ شهادة باش نقول أنا زوينة، أنا والله العظيم أنا الملكة، ها هي شهادة عطوني بأنني زوينة، هذا ما كيعني لي والو. غير الناس اللي قراب لك اللي كتوثق فيهم، اللي عندهم مستوى ثقيل يقولوا لك راك جميل واخلاقك جميله، هذا كافي. لكن لا، انا كانت فريمون كانت اشياء مدروسه كما قال الاخ هشام الزرق في بعد في ليميسيون ديالو، قال لي مون جينيرال، يعني كانت اشياء، كانت اداره عسكريه من طرفي انني انا درت فريمون درت تخطيط عسكري ولكن في المجال الجمالي باش نقدر نوصل، والحمد لله وصلت. مادام كيجيني جوني عروض، كيجيوني اشياء اللي ديال في اطار الشغل اللي عليها قيمه، فالحمد لله كنشوف راسي وصلت. هذيك شي جميلة وخاوية غير بصحة وراحة بعدنا ما نديرو بها. نو انا شفت جميلات صراحة، ملكات وغير ملكات. ملي كتوقف قدامي وكتهضر ما كنقدرش نقيمها كجميلة، او كنقدر نقيمها باردون كجميلة لكن ما قدرش نقيمها كملكة، لانه الملكة هي الثقافة، هي هنا يكون عامر، هي القراية، هي شحال من كتاب قريتي، هي شحال من دولة زرتي باش تطالع على ثقافتها. هي اولا يدك الملكة المغربية او الجميلة بصفة عامة، باش ما يتقلقوش عليا صحباتي الملكات. شنو كتعرف على بلادك؟ شنو كتعرف على تاريخ بلادك، على جغرافية بلادك، على حضارة بلادك كعربية أو أمازيغية جميلة ووالو؟ في هذا العصر ما صالحش، لأنه إحنا في عصر الناس كلها فايقة عارفة قرات وعات، فخص الجميلة تكون كاملة والكمال الله سبحانه وتعالى. قبل 2014 كنت عارضة، قبل 2013 كنت فاشن ديزاينر مصممة أزياء، كانت عندي دار أزياء في أكادير اللي هي مدينتي. هادي نسرين قطرب قبل 2014 أكيد. قبل إيش؟ يعني دراستي الجامعية. كنت أدب، كنت أدب، أدب عربي. من بعد قريت من بعد قريت سياحة، قريت سياحة في مدينة أكادير. من بعدها سي بون خديت القرار انني كان هو اي حاجه فاشن، الالوان، الطبيعه، الجمال، ميم كنشوف مراه جميله كان كيعجبني كنفرح. الوغ انا متعلقه بهذا المجال اللي هو عنده علاقه بالجمال، بالفاشن، بالكاميرات، وصلت الامور، العرض كاين، والحمام حتى الادوار قريناها وشفناها. ما شاء الله عمل قوي ضخم زوين، مسلسل في حال دائما، لانه الشركه تبارك الله ما عمر ما تسنى منها مستوى قل. لكن المشكل عندهم هما في السعوديه، لانه هناك شويه الامور صعيبه ومضغوطه، نظرا ان عندهم هيئه اسلاميه وهذا، فكيتسناو الرخصه. كيتسناو رخصه التصوير، لان التصوير سعودي. وكنتمنى بصراحة أنه نبدأ التصوير، أنا متشوقة تلما، وعجبني الدور وعجبني الأدوار اللي معايا وعجبني الوجوه اللي معايا،
فكنتسناو غير رخصه من تاخذها شركه الانتاج من تمايا. انا لا اكرام ما مشيتش، انا خداوني، انا خداوني لاني كنت في مرحله انتظار في المغرب من بعد اللقب. شفت ما لا حياه لمن تنادي، وي في المغرب بلادي حبيبي كنبغي عزيز عليا، ولكن ما عمر ما لقيتش تشجيع، ما لقيتش دعم. هذاك بطبيعه الحال ما كاينش. بغض تنهضر على قبل، ما كنهضرش على دابا، الحمد لله دابا الامور تغيرت. ما كانش حتى شي حاجه. الوغ رجعت للمقر الاقامه ديالي والشغل ديالي في لندن كعارضه ازياء بألقاب. جا هما خداوني، هما قلبوا عليا، الشركه المنتجه خداتني. الوغ مادام انا عطيت مجال في بلادي اللي كنت كنتمنى وغيكون لي شرفين، ماشي شرف انني نبدا فيها ونخدم فيها، كنتحمل شويه الجانب المسؤوليه. لكن انا كنت واخده فكره انني من بعد الالقاب غادي نكون جالسه وكما وقع في اوروبا والناس في اوروبا وفي العالم العربي، والصحافه هي اللي غتسول عليا، صحافه لانه يحق لهم يسولوا عليا ويحق لي نستنى، لانه هزيت درابو ديال المغرب برات المغرب في جوج ديال الدول، واحد في لندن وواحد في لبنان. الوغ من حقي انا ماشي كنتفشج، ولكن من حقي نحفظ كرامتي ونجلس حتى داك الناس تقلب عليا وتلقاني كما واقع في العالم سوا كامل. لكن مادامني عرفت ان النهج ديال بلادي في هاد الصيغه ماشي في هاد الصيغه، تاقلمت مع الحمد لله مع الصيغه اللي هي ديالي، ما عندي عليها هروب وسافا الحمد لله. لكن كيحز في خاطري ان للحين ما كانش عروض. للعلم بين قوسين باش الناس كلها تعرف، اهم نقطه حنا كنصرفوا من جيبنا الخاص، ما كاينش دعم من الدوله. الدوله ما كتدعم حتى شي حاجه عندها علاقه بالجمال، مع العلم انه الجمال في حد ذاته رساله نقدروا نوصلوها. ما نعرفش فين كيما وصلت رسالتي لداعش وخاطبت باسم الشعب المغربي وعزيت باسم الشعب المغربي، والاشياء اللي ذكرنا دابا اللي هي الاعلام المغربي ولا الدعم المغربي ما عمرني ما لقيته معايا. كنت في لبنان وكانت وقفه كبيره ضد داعش، وكانت جميع القنوات وجميع الإذاعات وجميع الصحف المكتوبة، وما كانتش ولا نص إذاعة مغربية ولا جهة مسؤولة مغربية. أنا فعلا كنلوم، وكما قلتي هزينا الدرابو ديال المغرب وبشرف، ماشي بفلوس، ماشي ببيع، ماشي بشرى، ومع ذلك ما عمر ما توصلت لا برقية ولا بتا شي حاجة ولا تهنئة ولا ميم. مني نزلت في المغرب استقبلوني الفان دياولي، استقبلتني العائلة، استقبلوني ناس كتار، ما استقبلنيش وزير الثقافة كأنني كنت غير كندير شوبينغ وانا راجعة، وانا ما كنتش كندير شوبينغ وراجعة، انا كنت كنمثل البلاد كلها تمايا بما فيها اخلاق، بما فيها ثقافة، بما فيها حضور، بما فيها اي حاجه كتخص بلادي زياده على الجمال المغربي. كنت كنصحح الفكره ديال ان المغربيات راه ماشي بالسمعه اللي كتعرفوها، راه كون كانت مغربيه سمعتها خايبه راه ما تاخذش سفيره نوايا حسنه كما خديتها فماشي في بلادي في بلدان اخرى. ومع الاسف مني دخلت ما لقيتش وزير الثقافه ما استقبلنيش، جهات مسؤوله على الفن لانه الجمال حتى هو رساله كيف حال الفن، ما استقبلت شي حد. لا حياه لمن تنادي، وهذه بلادنا الحمد لله. دارتي مادامني انا في هذا المقر الشريف اللي هي الاحداث المغربيه احداث انفو، اوريدي رانا وصلت للنقطه اللي انا بغيت. مادام نتوما سولتوا علينا، لقيتونا، تعرفنا عليكم، تعرفتوا علينا، الحمد لله بدينا كنوصلوا لانه نتوما صوتنا. احنا بلا صحافه مغربيه راه والو، لانه واخا انا كنت برا وما خليتش البرامج اللي ما دزتش فيها ودزت في برامج كبار، لكن المغاربه ما عرفوا عليا حتى شي حاجه. لكن نتوما صوتنا ومن خلالكم حنايا كنتسناو ان الجهات المسؤوله تحتضننا تدعمنا. ما بغيناش الدعم، احنا عارفين بلادنا على قد الحال، حنا نعاونوا الا قدرنا باش نعاونوا. على الاقل لقاو غير دعم معنوي، لقاو غير دعوات مشرفه، البلايص مشرفه، لقاو وينوت، لقاو دي بوست في بلادنا، عوض لا نخرجوا حنايا ونكونوا اعلاميات برا في الام بي سي وفي دبي وفي غيرها. علاش هاد الناس هما ما يعيطوش لينا هنا وعندنا افكار
لانه لا ميس راه ماشي كيما قلنا خاويه، راه عندها افكار. لو هاد الافكار نجيو نأطروها ونبيعوها غنوليو حنا دايرين بزنس، علاش ما نعطيوهاش لبلادنا وبلادنا تنتجها ونمشيو كلنا لقدام؟ هادشي اللي كنتسنى منهم انايا. الاتيكيت وي الاتيكيت بلد الاتيكيت، الاتيكيت نقدروا نقولوا العمود الفقري للجمال، لانه يا ما جميلات كتضحك غير ضحكه ماشي تلهيه، كيمشي كلشي كضرب كلشي في الزيرو كما كنقولوا. لكن لا، ملي كتكون المراه عندها اتيكيت كتعرف كيفاش تجلس، كتعرف امتى تضحك وامتى تسكت، كتعرف مع من غادي تضحك ومع من غتسكت، كتعرف شكون كبار وشكون الصغار وتتفرق ما بين هادشي. فمعناته هو عمود فقري ماشي مكمل الجمال، لان امراه بدون تاويل راه هو الاتيكيت. غير حنا تعلمناه بواحد الطريقه من والدينا بسيطه وهذا، وثم كيقريوها في شكل اخر. كنشكر احداث انفو اللي استقبلتني اليوم، وانا فعلا جد سعيده بهذا اللقاء في هذا المقر الجميل الانيق. انا فريمون سعيده انني كنشوف مقرات صحفيه في المغرب انيقه بحال هكذا، شرف كبير ليا. ميرسي اكرام الزايد على الاستضافه، ميرسي على الاسئله القيمه اللي ما كنسمعوهاش دائما، كندوزو في بزاف ديال لي بروغرام، لكن الاسئله القيمه اللي عندنا حنا الاجوبه القيمه عليها ما كنلقاوهاش دائما. شكرا احداث أفو، وتلاقاو الجديد ديالي دائما هنايا. باي باي.